هذه هون لوحات الفنان سامي جمال جابر. سامي جابر سامي جابر سامي جابر وهاي دي سكان وين؟ أنا سكان بيرزيت جوزي آه سكان بيرزيت يعني ساكنة بيرزيت ساكنين بس أنا ساكنة هون أنا رح صير لي 30 سنة آه ساكنة هون أنت بس عندي هوية بروح وباجي وهي الفنانة وبسعدنا أنها موجودة معنا وفي اللوحات الجميلة هاي